بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية. باعث الرسالة المستمع يوسف سالم زيد. الأخ يوسف يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ أقراص تنظيم النسل لمدة معينة حتى يصل الطفل إلى سن الفطام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن حصول الحمل والنسل مرغب فيه، ولا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل إلا لمسوغ شرعي. فإذا كانت المرأة تضعف عن الحمل المتوالي، أو يتأثر حملها الموجود، يتأثر مولودها الموجود الذي ترضعه يتأثر بالحمل، فلا مانع أن تأخذ من ما يؤخر الحمل من الأدوية التي يقررها لها طبيب مختص، على أن تؤخر الحمل إلى وقت تستطيع استقباله ولا يؤثر عليها ولا على رضيعها. في هذه الحالة لا بأس أن تتعاطى من الأدوية ما يؤخر الحمل إلى أن تكون على استعداد لاستقباله. أما إذا كانت قوية وليست بحاجة إلى تأخير الحمل، فإنه لا يجوز لها أن تتعاطى ما يمنعه ولو مؤقتا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الذين ينادون بتحديد النسل صراحة وذلك مراعاة للانفجار السكاني كما يقولون، أو مراعاة للأحوال الاقتصادية أو ما أشبه ذلك، هل من كلمة لهم جزاكم الله خيرا؟ الخوف من الانفجار السكاني وكثرة السكان وقلة الأرزاق هذا من اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون هذا الاعتقاد، وأن كثرة الأولاد تضيق الرزق. رد الله تعالى عليهم ذلك وأخبر أنه هو الذي يرزقهم جميعا، يرزق الآباء ويرزق الأولاد، فليس رزقهم على والديهم وإنما هو على الله الذي خلقه. الله لا يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها وأجلها، ولا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قد عد النبي صلى الله عليه وسلم قتل الولد خشية الجوع وخشية الفقر، عده من أكبر الكبائر بعد الشرك. لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وتحديد النسل بناء على هذا التخمين والظن الشيطاني يلتقي مع اعتقاد الجاهلية في أن كلا من الفريقين يظن أن هذا يضيق الرزق ويشحح الأرزاق على الناس. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن الكفار يريدون إضعاف المسلمين ويريدون تقليل عددهم، فدسوا عليهم هذه الدسيسة الخبيثة وهي تخويفهم من كثرة الأولاد، كثرة المواليد، أن تضيق الأرزاق وأن تقل عن الناس أقواتهم، فانخدع بها ضعاف الإيمان أو من ليس في قلبه إيمان، ولا يدرون ما وراءها من الخديعة والمكر بالمسلمين. فالواجب الحذر من هذه الفكرة الخاطئة الكفرية
والواجب محاربتها لأنها من دسائس الكفار ومن اعتقاد الجاهلية، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، بل على العكس مما ظنوا، لأنه إذا كثر الأولاد وكثر السكان كثر العمل وكثر الإنتاج وكثرة الأيدي العاملة المنتجة، فيكثر بذلك الإنتاج والخير، خلاف ما إذا قلت الأيدي العاملة وقل السكان فإن الإنتاج يضعف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة بعثت بها إحدى بناتنا من هنا، تقول فائزة جبريل من ليبيا. أختنا تقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن على شخص حي وهو لا يستطيع القراءة، كالوالدة مثلا وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ هذا شيء طيب أنها تسمع القرآن لمن ينتفع به، والقراءة عند الحضور ويسمعهم القرآن عمل جليل. قد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا من أحسنهم قراءة أن يقرأ وهم يستمعون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. قد استمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ابن أم مسعود وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري، استماع القرآن والإنصات له، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقراءتك على أمك وعلى من يستمع إليك ولو كان قارئا ومجيدا للقرآن فيها فضل عظيم، لا سيما وإذا كان المستمع للقرآن يستفيد من ذلك لأن يحفظ شيئا من السور أو يعدل قراءته إذا كان فيها خطأ. فإذا سمع القراءة منك حفظ ما يحفظ من السور، وإذا كان يحفظ شيئا وعليه ملاحظات فإنه يتنبه لتعديلها. في استماع القرآن وإسماعه مصالح عظيمة، لأنه كتاب مبارك، كتاب عظيم، تلاوته واستماعه وتدبره والعمل به كله خيرات وبركات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إن بعض الناس يعملون سيئا سيئا، مثل الكذب أو النفاق أو الهمز واللمز، وعندما أقول لهم هذا الشيء حرام وأن الله يحاسب عليه كما جاء في القرآن الكريم، يقولون: يوم الجحيم ربنا رحيم. فماذا تقولون أنتم لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. نقول لهم: هذا غرور وجهل بالله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يعمل المعاصي ويقول ربنا غفور رحيم. الله جل وعلا غفور رحيم لمن تاب واستغفر ربه عز وجل، أما من يعمل السيئات ويحيل على العفو والمغفرة هذا غرور من الشيطان، وهذا يكون من خداع الشيطان لبني آدم، ويكون هذا من الأمن من مكر الله عز وجل. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما أن الله جل وعلا غفور رحيم فإنه شديد العقاب، وقد قرن بين ذلك بين هاتين الصفتين في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله جل وعلى كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، كيف يأخذ الإنسان جانبا ويترك الجانب الآخر، فيعتمد على المغفرة والرحمة وينسى العقوبة والانتقام وشدة العقاب لمن خالف أوامر الله، ولا سيما إذا تساهل فيها، فإن الذنب أعظم إذا أتاه الإنسان عن تساهل وعدم مبالاة. فهذا من الغرور والخداع من النفس الأمارة بالسوء والخداع من الشيطان الرجيم. والواجب على المسلم أن يعظم حرمات الله، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. وفي الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الإنسان يسر بالطاعة ويحزن ويخاف من المعصية، هذا علامة الإيمان. أما الإنسان الذي يتساهل بالمعصية ولا يفرح بالطاعة هذا دليل على ضعف إيمانه أو قلة إيمانه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني أخطأت مرة وتبت عن خطأي، ثم عدت مرة أخرى إلى الخطأ وتبت، إلا أنني لازلت خائفة، بالرغم مني أني أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون توبتي توبة صادقة، إلا أنني لازلت غير مرتاحة،
بالرغم من أني أدعو كثيرا وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم إذا تاب من ذنب أن يقلع عنه وأن يبتعد عن أسبابه ووسائله ويستعين بالله على تركه، وإذا قدر أنه يقع فيه مرة ثانية فلا يأس من رحمة الله، فعليه أن يتوب ويكرر التوبة، ولكن عليه أن يعزم على أن لا يعود ويستعين بالله ويبتعد عن الأسباب التي توقعه في هذه المعصية ويترك الوسائل الموصلة إليها. ولكن لو فعل هذا وتاب عن صدق وإيمان ورغبة فيما عند الله ثم وقع في المعصية مرة ثانية فلا يأس من رحمة الله ولا يترك التوبة فيكرر التوبة، كل ما تكرر الذنب الله غفور رحيم لمن تاب إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إن أبي منفصل عن أمي منذ أن كنت صغيرة، وهو الآن لا يصرف علي، وزوجته تكرهني، وأنا حرمت بيتها وقلت لن أدخله مرة أخرى، وأنا أعيش مع أمي منذ صغري، فهل هذا يعتبر من العقوق في حق والدي بالرغم من أنه لا يهتم بحضوري إلى منزله؟ بماذا تنصحون أبي وكل أب يتخلى عن أولاده، وبماذا تنصحون كل زوجة أب ظالمة لأبناء زوجها؟ ننصح الجميع بأن يخافوا الله عز وجل وأن يحسنوا إلى أقاربهم ومن يتصل بهم، بل أن يحسنوا إلى جميع المسلمين، فكيف بمن له علاقة بهم أو قرابة؟ فننصح الأب بأن يخاف الله ويحسن إلى ابنته ويؤويها ويستقبلها ويقوم بما تحتاجه ويصونها ويراعيها لأنها ابنته وهو مسؤول عنها، وأن يختار لها الزوج الصالح والكفء. ونوصي زوجة الأب بأن تخاف الله عز وجل ولا تكون سببا في القطيعة بين الوالد وابنته، بل تكون واسطة خير وتكون زوجة صالحة تعين على البر والتقوى. وننصح البنت أيضا أن تبر بأبيها وأن تزوره، وإذا واجهت شيئا مما تكره فلتصبر على ذلك وتعامل بالتي هي أحسن، والفرج قريب إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق للزوجة المطلقة أن تسلم على مطلقها وتجلس معه؟ يجوز للمطلقة أن تسلم على مطلقها بالكلام فقط لا بالمصافحة، وتكون متحجبة أيضا ساترة لجميع جسمها بما في ذلك الوجه والكفان، ولا تكون خالية معه في مكان، وإنما تسلم عليه بحضرة الناس بهذين الشرطين: ألا يكون هناك خلوة، وأن تكون متسترة، وأن لا تصافحه، وإنما يكون ذلك بالكلام، يعني ثلاثة شروط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول: عين عين ألف، يقول: فضيلة الشيخ، هل لا بد من قراءة دعاء الاستفتاح في كل صلوات التراويح أم يكفي في مرة واحدة؟ يكفي في أول التراويح، يكفي الاستفتاح في أول التراويح في أول ركعة، وكذلك قيام الليل فإنه يكفي إذا استفتح في الركعة الأولى، والاستفتاح من حيث هو سنة ليس بواجب، أو تركه فصلاته صحيحة، ولكن الاتيان به أفضل، ويكون في أول صلاة التراويح وفي أول التهجد وقيام الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. أنا إنسان أحافظ على أداء صلوات، هكذا يقول عن نفسه، ولكني عند صلاة الفجر فإني أوقت الساعة لتوقظني من النوم، ولكن بدون أي شعور فإني أصحو وأقفل الساعة وأنام مرة أخرى، وأنا أعلم أني آثم في ذلك، ولكن ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. مع وجود الساعة توصي من يوقظك ممن حولك من أهلك أو زوجتك، و أيضا ينبغي أن تبعد الساعة عن متناول يدك، تضعها في مكان بعيد عنك بحيث لا تمتد يدك إليها من غير شعور، إذا كانت بعيدة فإنك لا تمتد يدك إليها وأنت نائم، أبعدها عنك وضعها في مكان يمتنع وصول يدك إليها. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أكثر من مرة شيخ صالح سألنا عن الأسباب المعينة على تأدية صلاة الفجر مع الجماعة وفي وقتها بطبيعة الحال، هل من كلمة ولو تكررت حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن حضور صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر أمر واجب على كل مسلم، فرض عين على الرجال، صلاة الفجر بالخصوص مع صلاة العشاء، يعني أن هاتين الصلاتين مما يتأكد على المسلم حضورهما، لأنهما في وقت ينام الناس فيه ويسكنون فيه فهو مظنة أن يتأخروا، لذلك أكد عليهما الشارع، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظا، وذلك لأنهما في وقت الراحة والنوم والسكر. الله تعالى أكد على صلاة الفجر، قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضره الملائكة، ملائكة الحفظة الذين ينزلون بالليل والذين ينزلون بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ولذلك كانت هاتان الصلاتان أفضل الصلوات الخمس. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، مراد صلاة الفجر وصلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة. وليس معنى ذلك أن يقتصر على هاتين الصلاتين، ولكن هذا بيان لفضلهما. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى على الراجح هي صلاة العصر، وقيل هي صلاة الفجر. وعلى كل حال هاتان الصلاتان لهما مزية عظيمة، وإن كانت المحافظة على جميع الصلوات أمر واجب ومتحتم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. هذا أمر يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ويجب على الرجال أن يصلوا جماعة في المساجد. ومما يعين على حضور صلاة الفجر أمور: أولا، أن ينام الإنسان مبكرا من أجل أن يستيقظ مبكرا، لأن الناس اليوم ابتلوا بالسهر وتأخير النوم ثم ينامون ويثقل عليهم النوم في آخر الليل. الأمر الثاني، العزم على القيام والنية الصادقة على القيام، فإذا عزم أعانه الله عز وجل، إذا اهتم بالقيام ونواه فإنه يعان على ذلك. والأمر الثالث، أن يعمل الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ، وهي أن يعمل، أن يوصي من يوقظه، أن يجعل ساعة عنده تدق في وقت الحاجة ووقت القيام. كل هذه من الوسائل التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، وأعظم ذلك العزم والنية والقصد، فإن الله إذا علم منه ذلك أعانه على القيام ووفقه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد القادر سالم من اليمن بعث برسالة، وأعتقد أن موضوعه قد بعثه في رسالة سابقة. يقول: أنا متزوج منذ 9 أشهر، وزوجتي دائما تضايقني وتعاكسني حتى في أمور الدين وفي الصلاة، والمشاكل دائما بيننا، فبماذا توجهونني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ وإذا نويت الطلاق فهل يحق أن أخذ ما أعطيتها الذهب وغيره جزاكم الله خيرا؟ عليك بالصبر وحسن العشرة والدفع بالتي هي أحسن، وإذا كان منك خطأ في حقها يسبب نفورها منك فعليك بتعديل الخطأ والإحسان إليها، لأن بعض الرجال يطالب بحقه وينسى حق زوجته، يحاسب زوجته على كل شيء ولا يحاسب نفسه. وأعتقد أن الإنسان لو أنصف من نفسه لصلحت الأمور واستقامت الأحوال لكثير من الناس. أما قضية الطلاق هذا راجع إليك، إذا كنت رأيت أنها لا تصلح لك ولا يصلح الاستمرار معها لنكدها ولعدم ملائمتها لك، فلك أن تطلق. الحمد لله، قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا استنفدت الوسائل التي تبقي العشرة، تبقي النكاح ولم تجدي، لم يبقى إلا الطلاق، ولعل فيه خيرا لك ولها. أما قضية تأخذ من مالها، فإذا كان عدم الرغبة أتت من قبلك فليس لك عليها حق، بل تطلقها ولا تأخذ منها شيئا إذا كنت أنت الذي لا ترغب بقاءها معه. أما إذا كانت هي التي لا ترغب والفرقة جاءت من قبلها فلك الحق بأن تطالب بالفدية، وهي ما يسمى بالخلع. وإذا اقتصرت على أخذ ما أعطيتها هذا أحسن، ولك أن تزيد. قال تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.